السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. الفيديو اللي معانا النهاردة هنتكلم فيه عن الفنانة فاتن فريد ونهايتها المأساوية التي تقشعر لها الأبدان وآخر اللحظات في حياة فاتن فريد. هنعرف تفاصيل كتيرة جدا عن الحادث المأساوي الذي أودى بحياتها، وهنعرف تفاصيل عن حياتها الشخصية وكمان حياتها الفنية. الفنانة فاتن فريد هي من مواليد 18 يونيو عام 1945 ورحلت عن عالمنا في 15 فبراير 2007 حيث ولدت بالقاهرة وتخرجت من معهد الموسيقى العربية القسم الحر في 1975 وعملت بالسينما وأصبحت منتجة سينمائية لامعة ذات طابع خاص. والكثير قالوا إنها تشبه الفنانة الجزائرية واردة، حيث بدأت العمل كمغنية في سوريا ولبنان ورجعت لمصر تغني بصوتها في بعض الأعمال السينمائية، وقدمت أدوار دراما من المسلسلات والأفلام ومسرحيات كمان، وقامت بأدوار البطولة جسدت شخصية الفتاة الشعبية واتجهت إلى السينما من أجل أداء أغنيتها. وكمان كانت عاشقة للسينما وأنتجت العديد من الأفلام المميزة لكبار الفنانين والتي شاركت بالتمثيل فيها كمان. ومن الفنانين الذين شاركوا في أفلامها الفنان القدير محمود ياسين وكمان الفنان الكبير فريد شوقي. أما عن الحادث المأساوي الذي تعرضت له وكمان أدى لوفاتها، فتعرضت فاتن فريد لمشاجرة بينها وبين عامل لدى زوجها في محطة البنزين التابعة له. إذا ذهب هذا العامل للمنزل لمنزل الفنانة فاتن فريد كي تتوسط له لدى زوجها لإنهاء الخلاف وعودته مرة أخرى للعمل، لكن اشتد النقاش بينهم فطعنها بالسكين في صدرها وبطنها وقبض عليه على الجاني، واسمه ياسر علي عبد الله، يبلغ من العمر 25 عاما، كان موظفا في محطة البنزين يملكها زوجها زوج فاتن فريد. ولفظت انفاسها الأخيرة وحضرت ابنتها التي تسكن بجوارها على صراخ والدتها لتجدها غارقة في دمائها، لتنتهي رحلة الفنانة والمطربة فاتن فريد بهذا الشكل الصادم المأساوي. ولم تقتنع بنات فاتن فريد الخمسة بالقصة التي رواها القاتل، وأكدوا أن زوجها وراء الجريمة ولوجود بعض المشاكل بينهم قبل وفاة الفنانة بأيام. ولتبقى قصة وفاة فاتن فريد بهذه الطريقة البشعة حاضرة كلما سمعنا صوتها أو ذكرنا اسمها. رحم الله الفنانة القديرة فاتن فريد.